السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون في أقبو خرجوا اليوم مواطنين يحتجوا على تصنيف حركة الماك في كمنظمة إرهابية. طبعا التصنيف هذا راهو غير عند العصابة، واحد ما سمع به، والعصابة دايرة هاد التصنيف باش تزيد تبين روحها باللي راهي فاشلة ما قادرة دير والو. لأنه واش معناها درك انت كي تحكم مناظرين تاع الماك اليوم اللي خرجوا في أقبو مناظرين تاع الماك يعني إرهابيين، هادو إرهابيين، من المفروض توقفهم وتديهم وتحكم عليهم 20 سنة كل واحد. واش دارت العصابة؟ العصابة استعملت أسلحة جد خطيرة، قادرة تقتل نقول مليح، قادرة تقتل. هل الأسلحة هذه تسمى تيزر إكس 26؟ هل تيزر إكس 26 لما تضرب بها شخص تمسلو الجهاز العصبي، تمسلو الجهاز العصبي وتشلو، ولكن تقدر تقتلو. واحد مريض بالقلب راح وكان مبني ماشي مريض بالقلب. عدد الدول اللي استعمل فيها تيزر هذا خاصة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت عدة وفيات وثار ضجة ضد استعمال هذا السلاح اللي تقريب الناس حبسوه إلا الشرطة الجزائرية. الشرطة تاع إسرائيل، الشرطة الصهيونية ما تستعملوش، الشرطة الصهيونية ما تستعملوش، نعم شرطة العصابة تستعمل. عوض أنك تستعمل هذا السلاح، وعلى كل حال سترفع دعوة لمنظمة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، هذا يعني رسمي من طرف حركة الماك، من قيادة حركة الماك خاصة فرحات مهني، باش يرفع رسالة موثقة بصور وشهادات وين يدين فيها استعمال هذا السلاح اللي تقريب محظور. السلاح هذا تقريب محظور، وحتى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت باللي هذا السلاح تيزر إكس 26 استعمل ضد متظاهرين في مدينة أقبو خرجوا يحتجوا على تصنيف حركة الماك كحركة إرهابية، وبالتالي هذو راهم مناظرين تاع الماك، لا ماهمش مناظرين، راهم دي سيمباتيزون. من المفروض نقولها ونعاود، عوض أنك تضربهم بالتيزر روح وقفهم يا أخي، عندك البوليسية روح وقفهم أسي، وروح حاكمهم كإرهابيين باعتبار عندك شنو. وعلاش درتو القانون هذا يا وعلاش صنفتو الماء كإرهابيين؟ وإذا ما كنتوش قادرين توقفوهم وتدو تحاكموهم وضربوهم 20 سنة حبس باعتبار أنهم إرهابيين، وثبتوا أنهم قاموا بأعمال إرهابية. يا أخي غدا يا أخي، والله عمرنا ما شفنا غبية كيما هادو. يعني الشعب الجزائري قدر عليها ربي يحكموه أغبية بهذه الدرجة؟ كوسو دانتيليجونس تحت الزيرو. واش منين جاتهم الفهمة هادي تاع يجي يقول لك لا رشاد لاغال ماهمش قادرين يعملوا يخرجوا هكذا مظاهرة يحتجوا فيها على السلام، ما عندهمش الغاشي اللي عنده الماك. رشاد العصابة حابة تعطيهم قوة لمساكن ما عندهمش، هاتوا ناس مسالمين، ناس مثقفين مسالمين، سمعت ما همش يحوسوا تاع الاخر، عمرهم ما ادعوا انهم راهم هما اللي يقودوا في الحراك، عمرهم ما ادعوا هذا. بالتالي ما همش قادرين يخرجوا
الالاف كما اليوم في اقبو قادر ناخذوها يخرجوها في سيدي عيش، قادر يخرجوها في بجايه، يخرجوها في بويره، في تيزي وزو. نعم قادرين يخرجوا، وهكذا العصابه تعمل على تقسيم البلاد وتقسيم الشعب وزرع الفتنه. هايلي ولاو يسام الان تايزر اكس 26 زعما رانا ما استعملناش الذاخره الحيه. لا لا، غير استعمل الذاخره الحيه. واحد فوايو واش يجيك منه؟ بزاف ديال فوايو واش يجي منكم؟ واش نستناو منكم تقتلوا في الناس، ضربوا في الناس بالتيزر وتجيبوا؟ راكم تكشفتوا. عمرها الجزائر ما دخلت مرحله تاع قمع كيما مع رئيس طرطور وجه وجه بخاخه تاع كفوف. هذا لا تاع كفوف ولا داك شنقريحه كيف كيف وجه تاع كفوف. واش خارج منهم الهموم هادو؟ لانهم محقورين، حياتهم كاع عايشين في الحقره، واليوم كي شاخوا وكبروا ولحقوا عاد واحد حاشاك ميبول على روحه، هذا شنقريحه وداخل هذاك ديما خاب طايح من يد كذا، ولاو يحبوا يحقروا الشعب باش ينحوا الحقره على روحهم. ها وريك، هذا هو السبب تاع الحقره تاعهم الشعب، لانه ولاو جاو عندهم جرام انفه، جرام تاع شرف. خلينا ما عندهمش جرام شرف، يعرفوا معنى كلمة شرف فقط، لو يعرفوا معنى كلمة يروحوا. صاحبي أنا تظل تخرج تسب فيا وتظل دير فيا وتقول عليا تبون مصور ولا حرقوا عليا كذا، وعلاش مقعدني؟ بقى على خير، أنا جاي نخدمك، لأنه هذا هو اللي راهو في السلطة يخدم الشعب. كاش أنا جاي نخدمك وأنت تخرج الظهر كل جمعة تخرج، أيا بقاو على خير، هاي ليكم، حقنا نعرف. ولكن هما لا، هما لأنهم عندهم مصلحة، لأنهم بوندية، لأنهم فويوات، قاعدين يسرقوا، يسرقوا في مال الشعب، وخايفين لو كان يروحوا يتحاسبوا. هذا هو الحساب، هذا هو سات الشيء اللي يخليه العصابة تتشبث قدام العالم كامل، يشوف فيهم مرفوضين، مرفوضين. انتخاباتهم ما تعديش، كيفاش انت يا عجبة تعمل انتخابات بدور واحد تلعب تمسخر بالغاشي ولا انسيرتور؟ في بال الديمقراطية ما كانش انسيرتور، كان ديما دوتور، ديما دوتور، امبوسيبل يكون. انتو ما تعديو انتخابات انتو ما ليدرتو الحساب، 38% من الكتلة الناخبة، زوج ولايات زيرو انتخاب، تجي تقولوا رانا ديمقراطيين والشعب يحبنا وعندنا شرعية، ما عندكم لا شرعية لا والو، روحوا تروحوا، هذا ما كان، ما عندكم حتى شرعية. اليوم وليتوا تجبدوا تستعملوا في أسلحة خطيرة، خطيرة جدا، وتسلكوا عليها هذه، هذه يزيدوا حطوا لكم روسكم في الغرقة، فوالا، إي فو فو تخيني أونكور دون لابو. يا اخي اغبياء يا اخي، ما تعرفش حتى تدافع على مصالحكم بذكاء، تقدروا ما تعرفش حتى كيفاش تقعدوا في الحكم بذكاء بلا ما تروحوا تقمعوا وتزيدوا تطوضوا الشعب ضدكم والمجتمع الدولي ضدكم، الناس كامل خارجتكم ضد. الله يقدر الخير بلادنا ان شاء الله. ولاد حرام ربي بعدكم علينا، ربي بعد ولاد الحرام هذو على بلادنا، قد ما بعد مكة على بوصبيبيت كما يقولوا. والله العظيم يعني نشوف. السلام عليكم ورحمة الله.